مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم حنعمل نودلز على طريقتنا بالخضرة. نفرجيكم كيف تحضير. أنا عندي باكيت نودلز، حطيت مي سخنة هسقطها لتصير معي عجينة وتفرفت معي لحتى أقدر أشتغل فيها. وأنا هلأ هقلي الخضرة بزيت الموجود بالباكيت. وهيك هضيف عليهم شوية زيت من عندي لأنه ما حيكفي. هلأ هضيف البصل. أول شي البصل، يرجع نضيف الجزر. فيكي تستعملي أي خضرة موجودة عندك. الجزر بدها شوي طول لأنها قاسية. هلا برجع نضيف الفلافل. هي حتى بتشهي. هضيف الملفوف الابيض. خلطة كتير صغيرة تطلع. رجع نضيف الملفوف الاحمر. بتركهم شوي ليستووا. هلا مثل ما شفتوا انا صفيت النودلز، هحط طبق منهم بحبها كتير بتجنن. قلبها لحتى تندمج مع الخضرة موجود اللي قلعته. هلا هضيف لها بهاراتها وملحاتها. بهي الطريقة أهون نودلز بأسرع طريقة بكتير موجود عندك.